الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالنا اليوم: ما حكم من يدخن في نهار رمضان؟ كثير من الناس يعتبرون أن الدخان غير مفطر، أو بعض الناس عفوا يعتبرون أن الدخان غير مفطر باعتباره غير مغذي. طيب، قبل ما نجاوب على السؤال ده، ما هو حكم التدخين في الأصل؟ التدخين حرام باتفاق العلماء المعاصرين، ونقل الإجماع على ذلك المجامع الفقهية المعتبرة كلها، ولهم أدلتهم الكثير على ذلك. يمكن أكبر وأعظم دليل وأهم دليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والأدلة كثيرة على تحريم التدخين. طيب، قبل نحن في إحدى حلقاتنا تكلمنا إنه واحدة من الأسباب التي تجعل المتعاطى مفطرا أنه يمكن الاحتراز منه عادة. يعني مثلا قلنا زول لو ماشي في شارع وكتحه غبار، الغبار ده بلعه وشعر بطعمه في حلقه ونزل في بطنه، ما بيفطر لأن الغبار ماله، لا يمكن الاحتراز منه، ما ممكن تحترز من الغبار. لكن التدخين، انت براك بتجيب السيجاره وبتفتحها وبتولعها وبتدخن، فهو يمكن الاحتراز منه، وبالتالي تعاطي التدخين في رمضان مفطر، وهذا ايضا باتفاق جماهير علماء المعاصرين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا، ونساله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ترك عاداتنا السيئه وعاداتنا المحرمه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المقبولين. السوداني من الناس وإليهم.